هتروح إسرائيل علشان تشارك في اليوم الوطني الإسرائيلي، واللي ادت لها دعوة الحفلة إعلامية إسرائيلية. الفنانة بدرية طلبة شكلها كده بقت الفنانة المفضلة عند اليهود. هي إيه الحكاية بالظبط؟ القصة بدأت يا سيدي لما الفنانة بدرية طلبة خرجت في بث مباشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستجرام، وما كانتش خارجة تتكلم في حاجة عادية ولا حاجة لها علاقة بالفن، ولا كانت طالعة تجاوب على أسئلة حد. بدرية كانت قاعدة في أمان الله، لقت رسالة على الواتساب من رقم غريب ومعرفتش إيه هو الرقم ده غير بعد يومين. المهم لقت واحدة بتكلمها وبتقول لها إن هم عايزينها في حفلة في إسرائيل بمناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي. فقالت وماله، أسمع كلامها للآخر وأشوف هي عايزة إيه بالظبط، مش يمكن حد عامل مقلب. المهم كملت كلام معاها، وفي الآخر ردت عليها رد محترم إن هي ما تقدرش تعمل حاجة زي كده لأن هي ست وطنية وبتحب بلدها ومش بتحب حد يشكك في كده نهائي. بدرية كانت شايفة إن اللي هي عملته ده غلط كبير، إن هي تعرض الشات اللي حصل بينها وبين الإعلامية الإسرائيلية، وده هيعرض حياتها للخطر لأنها بتسافر دول كتير جدا وبتحضر مؤتمرات وندوات في كل حتة، وبالتالي وارد إنها تقابل حد إسرائيلي وممكن يضرها بسبب اللي هي بتعمله ده. بدرية اتكلمت وقالت أنا محتفظة بيه من شهر 3 وكاتبه لي الحفلة يوم 25 إبريل 2023. أنا منزل الشات دلوقتي لسبب، بعد 7 شهور لما لقيتهم بيتطاولوا على الأستاذة الفنانة الميجا ستار صوت مصر أنغام، وانتوا بتتطاولوا عليها وبتهددوها وبتقولوا لها احنا هنبيدك زي ما أبدنا الفلسطينيين، ده انتوا اهو جتولي، انتوا عايزيني اروح حفلة وانا ظبطتكم. وده كان الهدف بقى، اني احط الشات اللي عندي موجود عندي من 7 شهور. وكملت كلامها وقالت واللي بيشكك عشان مكتوب اليوم، لان انا عملت سكرين في نفس اليوم اللي رديت فيه يا ابو المفهوميه ويا ابو المعارف، فكر وبعدين اتكلم، والرقم عند حضراتكم موجود، لكن انا اكتشفت ان فعلا من نفس المكان. طيب انتوا بتشتغلوني ليه وكمان برقمكم؟ انتوا عيب عليكم انكم تدخلوا برقمكم تكلموا فنانه مصريه وتديكم على دماغكم، وهو ده المقصود، وانتوا عارفيني ماشيه بمبدا انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، لكن واضح ان اللي مش عاجبه الموضوع واخده على صدره قوي انت واطي، دي بتاعتك انت بقى، انت مش حابب ان يكون المصريه زيها زيك، دمها دمك وتكون جدع، فدي بتاعتك، انا معروف عني كده. في ناس كتير شايفه ان بدريه مزودها شويه في الموضوع ده لانها كانت ممكن تسكت عشان ما تثيرش الجدل، وناس تانيه شايفه ان اللي عملته ده صح الصح، وان لازم كلنا نفضح الناس دي وما نسكتش على اي حاجه بيعملوها. انتم بقى قولوا لنا رايكم ايه، مع انهي فريق؟ مستنيين اجابتكم في الكومنتات، وما تنسوش تتابعونا على صفحة نجوم الفن.